نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع سوداني مقيم في الطائف رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم شين. أخونا عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: في إحدى البلدان بعد السلام من الصلاة يسبح الإمام فيسبح المأمومون خلفه، وهكذا في التحميد والتكبير، ثم يرفع يديه بالدعاء ويؤمن الناس على دعائه، فهل هذا من السنة في شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الذكر بعد الفراغ من الصلاة مشروع، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصره إلى أصحابه، ثم يواصل الذكر عليه الصلاة والسلام، وهم كذلك يذكرون الله عز وجل بما ورد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتكبير والتحميد، كل كلمة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولكن هذا الذكر لا يقال بصفة جماعية، لا التسبيح ولا التكبير ولا التهليل ولا الدعاء، وإنما كل يذكر الله مع نفسه منفردا، لا يكون بصوت جماعي ولا يكون بصوت من الإمام والمأمومون يرددون أو يؤمنون، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الإمام يذكر الله منفردا والمأمومون يذكرون الله كل واحد بنفسه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا كان صحابته يفعلون معه عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالمسلم قد يأتي بعبادة مشروعة لكن على غير الطريقة التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة عليه لأنه أضاف إليها شيئا ليس له أصل في السنة، فيوجب ذلك ردها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك ما ذكره السائل من أن الإمام يسبح أو يكبر أو يهلل والمأمومون يرددون ما يقول بصوت واحد أو يتابعونه أو يؤمنون، يدعو وهم يؤمنون، كل ذلك بدع إضافية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.